عملائنا الكرام، حياكم الله معرض بي ار ديتكتورز في دبي. اليوم معنا مقارنة لأجهزة بي ار سيستمز الأمريكية. نبدأ بجهاز بي ار 20 برو. هذا الجهاز يعمل بالنظام الاستشعاري بعيد المدى. يمتلك هذا الجهاز القدرة إلى الوصول لأعماق أقصاها 10 أمتار تحت الأرض، بالإضافة إلى مساحة كشف دائرية تصل إلى 500 متر. يقوم الجهاز بكشف الذهب والذهب الخام، بالإضافة إلى الفراغات والكهوف تحت الأرض والمعادن الثمينة. جهاز BR50 Target Max. يعمل هذا الجهاز بنظامين كشف، النظام الأول هو النظام الاستشعاري بعيد المدى، بالإضافة إلى النظام الصوتي الأيوني. يمتلك الجهاز القدرة على الوصول إلى أعماق أقصاها 20 متر تحت الأرض، بالإضافة إلى مساحة كشف دائرية تصل إلى 1000 متر. يقوم الجهاز بكشف الذهب والذهب الخام، بالإضافة إلى الكهوف والفراغات والمعادن الثمينة. أما بالنسبة لجهاز BR100 Pro، يعمل هذا الجهاز بثلاث أنظمة كشف، الأول هو النظام الاستشعاري بعيد المدى، الثاني هو النظام الصوتي الأيوني، بالإضافة إلى النظام المغناطيسي. يقوم هذا الجهاز بالوصول إلى أعماق أقصاها 30 متر تحت الأرض، بالإضافة إلى مساحة كشف دائرية تصل إلى 2000 متر. يقوم هذا الجهاز بالكشف على الذهب والذهب الخام، بالإضافة إلى المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والكهوف والفراغات. ختاماً جهاز جولد ستيب برو ماكس. يعمل هذا الجهاز بخمس أنظمة كشف، الأول هو النظام الاستشعاري بعيد المدى، نظام الكشف الصوتي الأيوني، بالإضافة إلى نظام الكشف المغناطيسي، ونظام التصوير المباشر، ونظام التصوير ثلاثي الأبعاد. يستطيع الجهاز الوصول إلى أعماق أقصاها 50 متر تحت الأرض، بالإضافة إلى مساحة كشف دائرية تصل إلى 2000 متر. يقوم الجهاز بكشف الذهب والذهب الخام، بالإضافة إلى الكنوز والفراغات، الأحجار الكريمة، المياه الجوفية تحت الأرض. تم دعم جميع أجهزة BR Systems بنظام فلترة الإشارة BRF، بالإضافة إلى وجود نظام الليزر الذي يساعد على تحديد الأهداف في الليل، بالإضافة إلى مجموعة من المرفقات تتضمن الشاحن وسماعة الجهاز الخارجية، بطاقة الضمان ودليل المستخدم. ختاماً لا تنسوا الاشتراك بقناتنا لمتابعة كل ما هو جديد بعالم أجهزة كشف الذهب والمعادن. كان معكم غيث من شركة BR Detectors، الوكيل الأول والأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، والسلام عليكم ورحمة الله.